كانت في ناس بتقول ان انت بتضيع وقت، يعني ده دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتخليني ابقى متضايق، ان في ناس كانت بتشجعني وفي ناس تانية تقول انت بتضيع وقت، دي حاجه صعبه عليك. فانا بقيت لما بسمع اراء زي كده ان انا بشتغل على نفسي اكتر عشان اثبت لهم فعلا ان مفيش حاجه مستحيله. انا راجل بحب التحدي قوي. حادثة حصلت لي وانا عند 10 سنين. طبعا قبل ال 10 سنين انا كنت بحب الكوره جدا، كنت بلعب مع اصحابي كده، وكنت ان انا ناوي ان انا اقدم في اختبارات نادي الزمالك لان انا زملكاوي جدا. لما حصلت لي الحادثه كانت 2005، ما وقفتش والله، نزلت بعد كده هما شهرين اللي قعدتهم في البيت. طبعا كنت مكتئب جدا شويه عشان خاطر اللي هو لسه الموضوع جديد عليا. اي فريق بيكون بيعمل فرقه لكره القدم للساق الواحده طبعا ببقى سعيد قوي. يعني اول لما نادي بيراميدز عمل دي كانت بدايه كويسه، ومن سنتين اسسنا نادي بيراميدز لفريق كره القدم للساق الواحده. حاليا نادي المقاولين كل ما بيجي بنخش على خطوه على فريق، والخطوه اللي بعدها فريق، بتبقى الواحد مبسوط لان خلاص انت كل مره بتقترب اكتر ان انت يبقى في دوري في مصر يعني. فاحنا الهدف كله ان احنا نعمل دوري.